بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نكمل المثال رقم 6 حول موازنة المفاعلات الكيميائية. Gas phase reaction is taking place in a continuous reactor. Continuous يعني مفاعل مستمر. Stoichiometric properties. Stoichiometric properties of CO2 and H2O are fed to the reactor at 400. هذه الكلمة الستايوكيمتريك بروبرتيز معناها المولر فلو ريت أو الكميات الداخلة من CO2 و H2O الداخلة للرياكتر هي نفسها كما مكتوبة في المعادلة الكيميائية. يعني إذا هذه المعادلة CO2 زائدا 4 H2O معناها 1 مول بير سكند من CO2 و 4 مول بير سكند من ال H2O. هذه هي معنى الستايوكيمتريك بروبرتيز. ومرات ما يقول ستايوكيمتريك بروبرتيز، مرات مثلا يقول ال CO2 400 مول بير سكند وال H2O مثلا 361 مول بير سكند. يعني اي فيد بإمكان أن يدخل إلى المفاعل بدرجة حرارة 400، يعني هذه معناها التي نوت. هذه N دوت CO2 واحد مول بير سكند، هذه نكتبها واحد مول بير سكند، أيضا هذه 4 مول بير سكند. حتى المجرى الخارج هذه عبارة عن مول بير سكند. المجرى رقم 1 يدخل بدرجة حرارة 400 ومعطينا درجة حرارة الاوت 500. من معرفة درجات الحرارة نقدر نستنتج بأن هذا التفاعل هو باعد للحرارة، يدخل ب 400 ويدخل ويخرج ب 500، يعني الاوت اعلى من الان. نكمل السؤال. The reaction processed to 80% completion، يعني نسبة التحول للمفاعل 80%. Given 1 مول، ايضا هذه تصير 1 مول per second of carbon dioxide. Estimate the heat must be provided or removed. يريد كمية الحرارة اللي المفروض أما نجهزها أو نزيلها من المفاعل إذا كانت is to kept the reaction at 500، للحفاظ على درجة الحرارة 500. طبعا هو التفاعلات الباعثة للحرارة اوتوماتيكيا احنا يجب ان نزيل من عندها كمية من الحرارة، وعرفنا من شاهدنا درجات الحرارة الـ in والـ out. Perform energy balance using the heat of formation method. هنا بهذا السؤال جابرك انه تستخدم طريقة الـ heat of formation، ولا بالامتحان احنا ما نحدد اي طريقة وبامكان الطالب ان يحل باي طريقة تعجبه. هذه هي المعادلة. نظرة أخرى إلى المعادلة، إذا يدخل هنا 1 مول زائد 4 مول من الـ H2O يصير 5 مولات إن حسب المعادلة، وليخرج 2 زائد 1 3. إذن هذا التفاعل مصحوب في بانخفاض في عدد المولات، يعني إذا يدخل هنا 1 مول بير سكند و 4 مول بير سكند 5، المفروض الاوت يطلع اقل من 5، لانه حسب شكل المعادلة 1 زائدا 4 5 اللي يخرج قد 3. اذا عدد المولات الخارجة من المفاعل حسب شكل المعادلة او الستايوكيمتريك لها مصحوب بانخفاض في عدد المولات. هاي ملاحظات جدا مهمة، يعني من شكل المعادلة نقدر نستنتج ال N out، وهذا ال N dot CO2 معناها مول بير سكند كذلك للبقية. المعلومات المنطيها بالسؤال
طبعا لازم يعطينا السي بي لكل المواد. السي بي مكتوبة بهذا الشكل، وحداتها جول على مول سنتيغريد، اي زائدا بي تي زائدا سي تي تربيع، وهذا الاي والبي والسي لكل المواد. يعني اذا اريد نكتبها الاول مادة للسي او 2 راح تكون 36.11 زائدا 0.423 تي ناقصا 2.88 في 10 أس ناقص 5 تي تربيع. ومنطينا الدلتا اتش فورميشن لكل مادة. طبعا نلاحظ بان الاتش 2 او الهيت اوف فورميشن الى صفر، لانه عبارة عن عنصر وبقية المواد معطيه. الدلتا هذه اللي يقصد بالدلتا هو موضعها، معناها سي اتش 4 يعني المعاملات للسي اتش 4 زائد 2 اتش 2 او ناقصا 4 اتش 2 ناقصا سي او 2. قاعد يقول لك الدلتا هو معناها معاملات الاوت ناقصا معاملات الان. اصلا هذه القيمه ناقصا 165 هي معناها الهيت اوف فورميشن، معناها الهيت اوف رياكشن، لان الهيت اوف رياكشن معناها الصميشن مال الهيت فورميشن للاوت. يعني هذه القيمه الصميشن هذا اذني القيمتين اللي يتمثل الاوت ناقصا مجموع هذول، ذني من نجمع هذه زائدا هذه ناقصا ماينس 393.5 ايضا تتبون الاشارات راح يطلع لي هنا ناقص 165. هذا 165 معناها دلتا اتش رياكشن، دلتا اتش رياكشن نوت. نكمل المثال. لحل هيك نوعية من الأسئلة يجب أن نسوي مخطط إليه. المخطط طبعا نرسم اللي يكون بهذا الشكل. أول شيء يجب أن نعمل ماتيريال بالانس للرياكتر، ثانيا نعمل انرجي بالانس للرياكتر. التسلسل للحل يكون بهذا الشكل. طبعا منطينا الهيت اوف فورميشن بدرجة حرارة 25، لذلك هذه دلتا اتش رياكشن بدرجة حرارة 25. الماتيريال بالانس للرياكتر الرياكتر يكون بالشكل التالي. هذه معناها ان دوت سي او 2 اوت يساوي لي الان قلنا 1 مول بير سكند، ناقصا لانه مادة متفاعلة، ناقصا المعامل ماله بالمعادلة، المعامل ماله بالمعادلة هو 1 ناقصا 1 العفو هذه ناقصا 1 مضروبة في الاكستنت. وهذه المعادلة هي نفسها المعادلة اللي كتبناها ايضا بالبداية، وقلنا لكم احفظوها لجميع التفاعلات خاطر نذكركم بها، اللي هي المعادلات اللي بالبداية أخذناهن اللي هي هذه المعادلة 3-3 N dot out يساوي للN زائدا بس معامل CO2 شقد ناقص 1. ليش ناقص 1؟ لأنه مادة متفاعلة مضروب بالأكستنت، فيصير ناقص 1 في الأكستنت. وهكذا نطبق هذه المعادلة على كل المواد الداخلة والخارجة من المفاعل. فإذا نجي إلى مثلا إحنا أجينا على الـ CO2 هذا هو الـ CO2 المادة الداخلة، تصير المعادلة 1 ناقصا اكستنت. الH2O 4 مول بير سكند ايضا ناقص 4 في الاكستنت. CH4 غير موجود في الفيد صفر، الH2O غير موجود في الفيد صفر، ذني هذه معناها المواد الخارجة من المفاعل. هنا منطيني الفراكشنال كونفيرشن اللي قايل قيمتها شقد 80% حسب منطوق السؤال،
80%. فإذا نجي شنو تعريف نسبة التحول؟ هي n dot a in ناقصا n dot a out على n، يعني ال n ناقصا ال out على ال n. نجي البوينت 8 واحد مول بير سكند ناقصا ال out هو n dot co 2 على شقد ال n؟ واحد. فمن هذه المعادلة نقدر نستخرج ال n dot co 2 واحد ناقص 0.8 ويساوي 0.2. وأيضا لا ننسى هذه وحداتها مول على سكند، لأنه العملية تكون continuous. إذا طلعنا الـ N dot CO2 هذا، وين هذا؟ الخارج، نقدر نعوضه بالمعادلة الأولى. إذن هذه راح تساوي لـ 0.2، الـ 0.2 يساوي لواحد ناقصا الاكستنت. إذن القيمة الاكستنت نقدر نحسبها، والاكستنت هي قاعد يطبق بالمعادلة الـ 0.2 اللي هو الـ out هذا حسبه واحد ناقصا اكستنت. إذن الاكستنت وحداتها واحد، العفو وحداتها 0.8. وأيضا هذه لا ننسى أنه الـ 0.8 أيضا راح تكون مول على سكند. الاكستنت ليست بدون وحدات، لان هي بدون وحد جايه من التعريف العام لها اللي هو الان ناقص الاوت على الان. هذه الاكستنت. هسه نقدر اذا حسبنا الاكستنت المعادلات الاربعه هذه 1 2 3 4، أربع مواد بالتفاعل نحلها. إذا الأكستنت 0.8 يصير هذا 1 ناقص 0.8، 4 ناقص 4 في 0.8، وهذه 0.8 والرابعة 2 في 0.8. فنقدر عدد المولات الخارجة، عدد مولات الـ H2O الخارج 0.8، CH4 0.8، والـ N للـ H2O يكون 1.6. هذه المواد اللي الـ H2O والـ CH4 وكذلك الـ H2O، لأن الـ H2O أيضا موجودة في حسب المفاعل الـ H2O والـ CH4. الـ CH4 طبعا قيمتها 0.8، الـ CH4 قيمتها 0.8 والـ H2O 1.6 والـ H2O 0.8 والـ Extent قيمتها 0.8 مول بير سكند. هسه اذا نريد نحل السؤال بطريقة الهيت اوف فورميشن نستخدم هذه المعادلة. من هو قايل لنا حله بطريقة الهيت اوف فورميشن حسب منطوق السؤال، الهيت اوف فورميشن ميثود. نجي نكتب ال H out، ال N طبعا لل N موجودة اللي هي 1 و4، 1 مول بير سكند و4 مول بير سكند. الاوت ايضا حسبناها، هذه القيم الموجودة فوق. هسه لو نشوف العدد المولات الخارجة من الرياكتر اللي هي CH4 وال H2O قيمتها 1.6 زائدا 0.8 تصير قيمتها 2.4 تقريبا، او حقيقة يعني 1.6 زائدا 0.8 يصير 2.4 حسب. إذا 2.4 هذه CH4 وال H2O، ال H2O طبعا لازم نضربها في 2، فإذا نشوف ال H2O، ال H2O إذا نضربها في 2 راح تصير هذه 1.6 في 2 يصير 3.2، 3.2 مع ال 0.8 يصير 4. زين 4 ايش قد خارج من المفاعل؟ داخل الى المفاعل، اللي داخل المفاعل 4 و1 5. اذا هذا التفاعل مصحوب بانخفاض في عدد المولات. نجي نكمل المثال حسب طريقة الهيت اوف فورميشن.
يجب أن ننتبه أنه هذه كل المركبات عبارة لازم ننزلها نحولها إلى عناصر بدرجة حرارة 25 ونضيف لها الهيت أوف فورميشن. لذلك نجي نستخدم أول مرة للإن لأن العفو الإنسال بمات الأوت الأوت هيت أوف فورميشن بال 25 للميثان موجود بالجدول زائدا من 25 اللي هاي الريفرنس هذه ريفرنس الى درجة حرارة الاوت السي بي طبعا هذه اي هذه الاي وهذه العفو هذه بول اي هذه القيمة الدلتا اتش فورميشن وال 23 هي قيمة الانتجريشن فيصير هذا انثال بي الميثان ايضا بالنسبة لل H2O الهيت اوف فورميشن وهذه طبعا هذه مضروبة العفو قيمتها جول على مول اذا احنا نقدر نضربها مباشرة بعدد مولات CH4 الخارجة من الرياكتر واللي حسبناها سابقا اذا هذه جول على مول نضربها في ال N dot مال CH4 الخارج راح تصير جول على سكند وكذلك هاي يصير جول على سكند بالنسبة للسي او تو ايضا الهيت اوف فورميشن مالته بالجدول والسي بي ايضا هذه راح تكون جول على مول هذه وكذلك الاتش تو الاتش تو صفر صفر لانه عنصر الهيت اوف فورميشن مالته وايضا الانتجريشن من 25 الى 500 هي درجة حرارة الاوت وهذه ايضا كيلو جول على مول نقدر نجمعهم الاوت كيلو جول على مول هنا ضاربه هو ضارب الانثال هذه ان في الاتش اي هذه 0.2 وهذه ايش يطلع الوحدات مالته الوحدات راح تكون كيلو جول على شنو على سكند اذا هذه هنا ايضا يجب ان نضيف كيلو جول على سكند لان عدد المولات كيلو جول على سكند كيلو جول على سكند معناها كيلو وات هذه بالنسبة الى الاوت عندما نجي على الانلت طبعا الريفرنس نفسها 25 هاي الانلت نحسب الانثال بالسي او 2 دلتا اتش فورميشن هذه قيمتها هذه قيمة الانتجريشن من 25 الى 400 بالنسبة الى سي بي مات السي او 2 ايضا كيلو جول على مول والاتش 2 او ايضا الهيت اوف فورميشن مالته صفر فهذه قيمة الانتجريشن مباشرة نجمعهن هنا ضربها واحد مول على سكند في الانثال بمال الان زائدا اربعة مول على سكند ايضا هذه راح تطلع لنا كيلو جول على سكند اذا نريد نطلع لك الانثالبي فالانثالبي هو راح يساوي لنا دلتا اتش دلتا اتش الكيو اللي يساوي اتش اوت ناقصا اتش ان اللي هي هذه المعادلة التي نفسها هذه هاي معناها اتش اوت ناقصا اتش ان ويطلع قيمتها مي ناقصا 131 كيلو جول على سكند وتساوي كيلوات اشارتها سالبة يعني الرياكتر هو اللي يفقدها المن الى ماء اعتبريد ليش لانه هو تفاعل باعث للحرارة يعني هذه الحرارة سوف يكتسبها ماء اعتبريد الخارجي واشارتها سالبة لانه يفقدها المفاعل هسه لحد الان انتهى السؤال حسب طريقة الهيت اوف فورميشن الطالب هنا يقدر يحل السؤال بطريقة الهيت اوف رياكشن ايضا شلون يقدر يحله بطريقة الهيت اوف رياكشن اذا حسبنا مثل ما قلنا انه الهيت اوف رياكشن هي معناها الفورميشن مال المواد الناتجة
يعني هذه مجموع هذين الاثنين ناقصا مجموع هذين الاثنين يقدر يطلع دلتا اتش ريأكشن اللي هي هاي قيمتها ويحلها بالطريقة السابقة. هذه صار كم طريقة؟ الهيت اوف فورميشن والهيت اوف ريأكشن. من مميزات ذني الطريقتين انهم اثنيناتهم يستخدمون الريفرنس بالخمسة وعشرين. زين، ماذا لو اعطى درجة الهيت اوف ريأكشن انطاها بالخمسة وعشرين، مو بالخمسة وعشرين، انطاها بدرجة حرارة اخرى ولتكن درجة حرارة الاوت، يعني مو بالخمسة وعشرين. شلون نحل هذه المسألة؟ We can solve the previous problem by different approach، بطريقة أخرى. شنو هي الطريقة؟ الرياكتنت بدرجة حرارة 400 اللي هي الـ N، وين ننزلها؟ ننزلها للـ 500، ومن ثم يجرى التفاعل بالـ 500. النوافذ أيضا في درجة حرارة 500. هذا شنو معناها؟ معناها الهيت اوف ريأكشن احنا وين مطلعينها؟ مطلعينها بدرجة حرارة 500 وليس درجة حرارة 25. هاي المعادلة سبق وان كتبناها، دلتا اتش ريأكشن بال 500 تساوي درجة حرارة دلتا اتش ريأكشن بال 25 زائد الانتجريشن من 25 الى تي، تشقد قيمتها؟ 500. دلتا سي بي دي تي، هنا نجي الى الدلتا. من نقول دلتا سي بي معناها اي زائدا بي تي زائدا سي تي تربيع، المن للمجرى الخارج من المفاعل. يعني شلون نحسب الدلتا؟ الدلتا مثلا اذا انا اريد احسب الدلتا، اذا انا اريد احسب الدلتا للاي، شو اقول؟ المواد الناتجة اقول 34.31 زائدا 33.46 هذني للمواد الخارجة من الرياكتر اللي هي هذه وهذه، ناقصا ناقصا شنو؟ ناقصا 28.84 زائدا 36.1 هذه إذا يعني مجموعهن 36.1 معناها الدلتا أي، هسه دلتا أي دلتا أي يساوي 34 زائد 33.46 ناقصا مجموعهن، نقدر نحسب الدلتا. وكذلك الحال دلتا بي ايضا نجمع هذا وهذا نطرحهم من مجموع ذولا. بالنسبة الى السي هذا وهذا نطرحهم من مجموع هذولا الاثنين. فشو نقدر شو نطلع؟ نطلع دلتا اي ودلتا بي ودلتا سي. اذا طلعناهم هذولا اذا طلعناهم نقدر نقول انه الدلتا سي بي حسبناها. هسه نجي لكيو، شو تساوي لي هنا حال الطريق حال السؤال بطريقة الهيت اوف ريأكشن؟ ليش حال بطريقة الهيت اوف ريأكشن؟ لان هو قايل التفاعل الدلتا اتش ريأكشن الى وين؟ بال 500، وقايل دلتا اتش ريأكشن الى وين؟ بال 500 يساوي 25 زائدا من 25 الى تي.
هسه نجي الكيو اللي هي اتش اوت ناقص اتش ان. الاوت من 500 الى 500. ليش من 500؟ لان هي الريفرنس صارت 500. اذا هاي ريفرنس، هذه ال 500 هنا اللي كتبها صارت ريفرنس بدل ال 25. ليش؟ لانه هو طلع الدلتا اتش رياكشن وين؟ بال 500. اذا هذا الاوت ناقصا الان ايضا الريفرنس اخذ له شقد؟ اخذ له 500. المن وصلها الى درجة حرارة الان، هذه ان ناقصا اوت. شنو ضاف عليها بعد؟ الاكستنت مضروبة بمن؟ دلتا اتش رياكشن وين؟ بال 500، لان هي ال 500 اخذها ريفرنس. هسه نجي الحد الاول من 500 الى 500 راح يصير صفر، وهذا ال 400 ال 500 بالنسبة الى ال N، وهذه كلها موجودة. الاكستنت ايضا محسوبة. نجي هنا الدلتا اتش رياكشن بال 500 كيف يتم حسابها؟ قلنا لازم نحسب الدلتا اي والدلتا بي. هسه نجي دلتا اتش رياكشن بال 500، دلتا اتش رياكشن بال 25 زائدا دلتا سي بي. الدلتا سي بي دلتا اي، هسه دلتا اي احنا عرفنا شلون نحسبها، دلتا بي عرفنا، وكذلك الدلتا سي. الدلتا اي قيمتها راح تساوي هنا مثلا هذه بالنسبه الى العفو دلتا اتش رياكشن بال 25 قلنا هذه قيمتها زائدا دلتا سي بي. دلتا اللي هي راح تكون بالنسبه الى السي بي مثلا الاي، اي زائدا بي. الاي ايش قد قيمتها؟ الاي هذه دلتا اي، دلتا اي واللي عرفنا شلون نحسبها راح تكون قيمتها ناقص 50.24، وهي طبعا ضرب هاي تحتهم ضرب يصير هنا 500 ناقصا 25، هذه 500 ناقصا 25 هذه معناها اي مضروبة في تي 2 ناقصا تي 1 زائدا بي اللي هو تي تربيع على 2 زائدا تي اس 3 على 3. هذا الانتجريشن، يعني هذه دلتا بي، هذا دلتا العفو هذا دلتا بي، وهذه هي قيمة دلتا سي. قاعد يقول لك الانتجريشن مالها يكون بهذا الشكل. اذا هاي القيمة شو راح تساوي لي؟ ناقص 184 دلتا اتش رياكشن بدرجة حرارة ال 500. اذا جابها وحسبها دلتا اتش رياكشن بال 500 كانت قيمتها هلقد. طبعا دلتا اتش رياكشن بال 25 ايش قد؟ ناقص 165. هسه هنا يقدر يستخدم التي ريفرنس الجديده اللي هي اخذها، قلنا هاي التي ريفرنس اللي هي هذه ال 500، التي ريفرنس هذه وهذه ايضا ريفرنس. فاجى بالنسبه الى الان، الان بالنسبه للسي او 2 واحد مول بير سكند من 500 الى شقد هذه 400 درجه حراره الالت زائدا 4 مول بير سكند بالنسبه الى الاتش 2 او، فراح تصير بهذا الشكل. اذا حسب هذه بالنسبه الى الان، بالنسبه الى ال CO2 وال H2 هذا النير مجموع. اما بالنسبة الى الاوت راح يصير صفر. ليش يساوي صفر؟ لانه كاملة من التي رفرس اللي هي 500 الى ال 500 اللي هي درجة حرارة الاوت، فيصير صفر. فتصير المعادلة هي اكستنت في دلتا اتش رياكشن وين؟ بالتي رفرس اللي هي قد ال 500 زائدا ال H اوت، اتش اوت قد صفر ناقصا الاتش ان، الاتش ان هذه قيمته ناقصا 16، فهذه 0.8 مول على سكند. نضربها في دلتا اتش رياكشن بال 500 جول على مول راح يصير جول على سكند، وهذه ناقصا 16، فتطلع هذه القيمه مالتنا ناقص 131 كيلو جول على سكند.
هسه من سوينا احنا الريفرنس 500 طلع نفس الناتج، لان هذا ناقص 131 الكيو عندما اخذنا الريفرنس 500، وعندما اخذنا الريفرنس 25 ايضا طلعت لنا ناقص 131 كيلو جول على سكند اللي هي نفسها كيلو وات. إذن هيك نوعية من الأمثلة الطالب هو حر في اختيار الطريقة. إذا كانت الدلتا اتش رياكشن موجودة يقدر يحلها بطريقة الهيت اوف رياكشن، إذا كانت طريقة الهيت اوف فورميشن موجودة يقدر يحلها بطريقة الهيت اوف فورميشن، إذا معطيك الدلتا اتش رياكشن بدرجة حرارة أخرى غير 25 تقدر تحلها بهذه الطريقة الأخيرة. وتختار الرفرنس هو نفسه درجة حرارة البرودكت حتى يكون هذا الحد بالنسبة إلى الأوت يساوي صفر، هذا الحد بالنسبة للأوت راح يتصفر. يعني بهذه الطريقة راح تحسب فقط الـ HN، تحسب الـ HN وتحسب الدلتا H رياكشن بالخمسمية. هذا فيما يخص الهيت اوف رياكشن. طبعا هذه الكومبشن بروسيسز هذه ما راح ناخذها لانها تحتاج وقت، لذلك نتركها. اذا الفقرة 7 غير داخلة في امتحانات الكورس الاول هي والفقرات التي تليها، بس الطرق الهيت اوف فورميشن هيت اوف رياكشن والهيت اوف رياكشن عند درجة حرارة غير 25 هذه مطلوبة. في بعض الأسئلة مثلا هذا السؤال نقدر نصيغه أو نعيد صياغته بشكل آخر، مثلا بس هذا المثال الفيد يدخل ب400 ويطلع بها درجة حرارة 25، شنو حسبنا؟ حسبنا الكيو. بعض الأسئلة يقول لك مثلا هذا رياكشن غاز فيس رياكشن وهل قد الان وهل قد درجة الحرارة إلى 400، وكانت كمية الحرارة مثلا 400 كيلو واط الحرارة المزالة من المفاعل، ما هي درجة حرارة المجرى الخارج؟ احنا من حلينا هذا المثال كانت التي ان والتي اوت معلومة، زين إذا منطينا الكيو هنا نطبق الكيو، هنا من نجي للانتجريشن من 25 الى 500 كانت درجة حرارة هذه بالنسبة الى 25 رفرنس وهذه ايضا رفرنس وهذه ايضا رفرنس، من نجي للاوت هنا ما راح يكون 500 راح تكون مجهولة فنسميها تي اوت، ما نعرفها. فالانسال بمال السي اوتو راح يكون مو قيمة ثابتة، فانكشن الى التي دالة المن الى درجة الحرارة، يا درجة الحرارة اللي هي الاوت، درجة حرارة الاوت. وكذلك بالنسبة الى هذه مو 500 راح تصير ايضا تي اوت، وكذلك بالنسبة الى هذه راح تصير تي اوت، لان احنا ما نعرفها تي اوت، هو يريد يحسبها. فتصير هذه فانكشن للتي وهذه ايضا فانكشن للتي، كلهن ذن ثلاثتهن فانكشن المن الى التي اوت. زين اما التي ان، التي ان راح يكون معلوم، هذه التي ان هنا ايضا الاوت راح مو قيمه ثابته فانكشن الى التي، بالنسبه الى الالت راح تكون قيم ثابته. فمن نجي للمعادله هنا الكيو لها قيمه هو معطيها بالسؤال، الاوت راح يكون فانكشن المن للتي، والان الى قيمه محدده، الكيو لها قيمه محدده، الكيو مثلا لازم تكون كيلو جول على سكند، الاتش اوت ايضا وحداتها كيلو جول على سكند ولكن هي فانكشن المن الى التي، وهذا الاتش ان قيمه نقدر نحل المعادله. طبعا المعادله راح تكون من الدرجه الثالثه لان الانتجريشن ينطينا تي اس 3 ينطينا تي تربيع ينطينا تي.
نحل هذه المعادلة اما بطريقة التجربة والخطأ او بطريقة الدستور، ونحسب من عدها درجة الحرارة للمجرى الخارج. طبعا هو بالأسئلة اللي يطلب بيها درجة الحرارة غالبا ما يعطي السي بي، ما يعطيها بالدلالة الثوابت الثلاثة، يعطيها بالدلالة الثابتين اي او بي، واحيانا ينطيها قيمة ثابتة. يعني يقول لك السي بي مال السي او 2 36.11 والاتش 2 او 28.84 وهكذا، يعطيها قيم ثابتة خاطر يسهل الحل للطالب بدل ما تكثر عند الحدود التي تحتوي على التي اوت. اذا احنا دائما بالانرجي بالانس اما نحسب كيو او نحسب تي بالنسبة الى المجرى الخارج، وهذه هي المسألة الاساسية من الانرجي بالانس، اما تحسب كيو او كمية درجة الحرارة. بالنسبة الى الهيت اوف كومبشن او الكومبشن بروسس، هذه قلنا غير مطالبين بها. اما بالنسبة الى الهومورك، هذه الهومورك الهومورك اذا احتوت على فرن معناها تفاعلات احتراق، هذا غير مطلوب، رقم واحد غير مطلوب. الثاني ايضا يقول باند، تفاعل احتراق غير مطلوب. الثالث تفاعل عادي، هذه تفاعل عادي مطلوب. رقم أربعة أيضا مطلوب لأنه عبارة عن رياكشن. في بعض الأسئلة من يقول أدياباتك الكمبيرتر مثلا، الرياكتر يقول أدياباتك، أدياباتك شنو معناه؟ معناه كيو ساوي صفر. زين إذا الكيو ساوي صفر شنو المطلوب من الطالب يحسب؟ أكيد لازم يحسب درجة الحرارة. درجة الحرارة لمن؟ للأوتلت، لأن الإنلت يكون معلوم. وتلاحظون في بعض الأمثلة هنا إذا يريد درجة الحرارة ينطقيه من السي بي، الهيت كاباسيتيز عبارة عن أرقام ما يعطيها فانكشن إلى الأي والبي والسي كما وضحناها في المثال السابق. هذا رقم خمسة أيضا تفاعل فيرنس غير مطالبين به، هذا كومبشن كامبر غير مطالبين به، أيضا رقم سبعة غير مطالبين به، هذه هذا التفاعل لا عادي بإمكانك لأنه عبارة عن رياكشن عادي، هذه أي مثلا C8H4 هنا هذا التفاعل 23/2 طالب بإمكانه أن يختصرها إلى أي إلى رقم آخر. هنا شريد What's the standard heat of reaction combustion، هذا ما دام يطلب الهيت of combustion اللي هي نفسها الهيت of reaction، فهذا السؤال اما يحل بطريقة الهيت اوف رياكشن او نتركه لانه هو عبارة عن رياك تفاعل كومبشن. هذا كل ما يخص الشابتر رقم 3، وشكرا جزيلا لكم.